السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا دكتور. السلام ورحمة الله دكتور. السلام دكتور، حيا الله. الله يعطيك العافية. عافيك الله دكتور. يعافيك. طيب الله يعطيكم العافية جميع. واليوم إن شاء الله بدي أحكي لكم بس بالنسبة للشابتر تاع الستاتستيكال بارسينج. مطلوب مننا لغاية أو يعني الباقي الشابتر من سلايد تقريبا 36 وطالع، من 36 لغاية 65 هذول السيلف ستادي. أوكي، اوكي. يعني بتمنى انه الكل يدرسهن وعشان يستفيد منهن، ولكن انا اللي بهمني ما اعطيته اول 36 سلايد لغايه 36 سلايد، وارجو انك انت تفهم اللي اعطي لك، يعني تقعد وتدرس لحالك. يعني بالنهايه انت اذا في شيء، في عندك نقص، في عندك كذا، بدك تكمله أنت. يعني لا تطلب مني أني أعطيك كل شيء. وقبل ما أبدأ بالـ Text Categorization بدي أرجع مرة ثانية أعيد على ناحية مهمة جدا بالنسبة ل اللهم صل على سيدنا محمد، إعداد الليتريتشر ريفيو. الجميع معي ومتابع معي؟ معك دكتور. دكتور متابعين. طيب الآن في منكم بعث الليتريتشر ريفيو. احنا انا يعني ملاحظة مهمة، انا ما بتعامل معكم زي طلاب بكالوريوس او طلاب مدارس، او انه والله بدك تودي شغلة وعليها علامات واذا احط لك شبرة بالنهاية. يعني احنا مش اعطيك شو اسمه واحط لك باجة انك سلمت الليتريتشر ريفيو او متابعك بالملي انه متى لازم تسلم. بس انا عملت بجوز تايم ليميت. ليش عملت التايم ليميت؟ لانه في ناس طالما اني انا ما سألتش ما بيشتغلش. هاي الفكرة. الان اذا ما اشتغلتش راح تكتشف حالك في نهاية الفصل، وهينا قربنا من الميد، انك ولا منجز اي شيء من اهم شيء في المادة. فعشان هيك انا حطيت ريستريكشن للتايم، وهيني كمان اعطيت ريستريكشن للتايم، بدي اشوف مين بيشتغل ومين ما بيشتغلش، مين بيشتغل صح قاعد، مين اللي فقط قاعد بيعمل كت اند بيست وبيسلمني اياه او عامله بخلال نص ساعة ومش تعبان عليه. الليتريتشر ريفيو بدك تقرا، تنزل اول شيء الطريقة انك تنزل مجموعه من البيبرز 30 40 قد ما تقدر حول الموضوع، بعدين بدك تعمل لهم فلتره، فلترهن، شو الاهم فالاهم لغايه 15 واحد، طلع منهم 15 واحده مهمات جدا. تمام.
وبعد ما طلع ال 15 واحد المهمات جدا، خليني انا اعطي مثال، بدي انا اعطي مثال افضل. هاي مثلا عندي مجموعه من البيبرز، شايفين هاي بيبرز، هاي كلها بيبرز، تمام، هاي كلها بيبرز. منين نزلتهم هذول كبي دي اف؟ هذول نزلتهم من الانترنت، تمام. و في بعض البيبرز بجوز تلاقي بدها فلوس. العملية بسيطة، إذا لقيت بيبر بدها فلوس، خليني أدلك على على هالموقع. الموقع اسمه سكاي هاب، اكتب بس إيش، سكاي هاب، تمام، أو ابحث عن سكاي هاب هيك بحث عادي يعني، هاي سكاي هاب، ابحث عن سكاي هاب. عادة أول موقع بيجيك هايو روسي طبعا الموقع، انتوا معاي؟ معاك دكتور. طيب تمام، موقع روسي، هاي موقع روسي. هو انا مش لازم يعني احكي لكم هذا الحكي، بس بعض الاحيان انت بجوز تعمل تخزنه برود يتغير الدومين تاعه، بدل دي دبليو اس اي الى اخره. هذا بيعمل بريتشنج، يعني البيبر اللي مثلا مش دائما بزبط معك، لكن بالغالب بزبط معك. بتعمل cut and paste لاسم البيبر هون، يعني مثلا خليني اجي اكتب هنا بدي بيبر speech web similarity، في او بدي هون مقالات اكاديمية. طبعا المقالات الاكاديمية بكون بعض الاحيان حاط لك html، وبعض الاحيان حاط لك PDF. PDF بينزل عندك مباشره، لكن HTML بجوز ما ينزلش. خلينا نشوف شو هاي، نشوف فاي بيبر ممكن تكون موجوده، لكن حتى انزلها بدها فلوس. مثلا نفرض انها بدها فلوس، طبعا هي اوبن اكسس، هنا هي اشاره القفل تعني اوبن اكسس، بدها فلوس، تمام. الان شو باجي بساوي؟ في هون إشي اسمه DOI، شايفينه؟ هذا بإمكانك تنسخه زي ما هو، تمام؟ هاي رايت كليك كوبي، وتروح على سكاي هاب اللي فتحناه، تعمل هون رايت كليك بيست، وتعمل أوبن، تمام؟ طبعاً هاي دعاية من الموقع نفسه، انساها، ما لكيش فيها. الآن إلك بالبيبر اللي بتيجي هون، تمام؟ الآن قاعد بعمل لها لودينج. الكل ماشي معي؟ أنا معك دكتور. البيبر شكلها كبير، مش مشكلة يعني. المهم الآن بتجيب لك إياها، بتقدر تخزنها من هون مباشرة، تمام؟ تمام دكتور. تمام، عادي على طول بتقدر داونلود تخزنها. الآن بدك ترجع تعمل بيبر ثاني، هيو بيجيب لك فيها، شايفين البروجرس لاين، هيو بيجيب فيها، تمام. ما بدكيش دي او اي، بدك مش موجود دي او اي، مش كلهن محن دي او اي. تيجي على الاسم، تعمل له عفوا على الاسم، تعمل له كوبي، هاي رايت كليك كوبي، وبتروح على سكاي هاب وبنفس المكان، تمام، هاي بيست، وبعدين تعمل اوبن، تمام، هاي راح جاب لك اياها. وصلت الفكره؟ يا بالدي او اي او باليو ار ال أو بالاسم البيبر. طبعا السكاي هاب هذا بيعمل بريتشنج، تمام، يعني بعض الأحيان بطلبوا منك بيبر بفلوس، بدهم فلوس، بس حط اسمها، إذا ما كانت موست ريسنت يعني حديثة جدا، بالغالب بيجيب لك إياها. في هون زر تخزين، بتخزنها عندك لوكالي. يعني هاي الطريقة أنا مش لازم أدلك عليها يعني، لأنه هي تعتبر بريتشنج، لكن يعني أنا بصراحة بقولها، أنا بعض الأحيان ما بقدرش أنا أشتري بيبرز، وبعض الأحيان بكون خارج الجامعة، وداخل الجامعة بتكون معظم البيبرز مفتوحة، يعني الجامعة مشتركة وبتدفع فلوس، لكن خارج الجامعة أنا محتاج لإشي يخدمني، فبستخدم السكاي هاب، تمام؟ هذا بجوز أفضل موقع شفته لغاية الآن، يعني بخدمني أنا كريسيرشر، أنا مضطر أستخدمه. أنا ما بقدر أدفع ثمن البيبرز هاي، رغم انه مؤسسات، المؤسسة اللي انت تابع لها لازم تشترك، وهي بتدفع وبتقدر تحصل عليها ليجالي، هون الليجالي، اوكي.
طبعا بعد ما تكتمل بتيجي امامك، حتى هذا الحكي يعني بزبط للبوكس كمان. تمام. خليني ارجع على موضوعنا. هاي واحدة. انا كنت اسولف، طبعا طلعت انا مجموعة بيبرز لغاية 30-40 قد ما شفت انه ريليتد للموضوع تاعي. بفتح مثلا ببدأ فيهن واحدة واحدة. فتحت البيبر هاي، والآن هاي بيبر بالنيتشر عن البلد مثلا، يعني أنا كنت طيب خليها نفتح بيبر ثاني مش مشكلة. هاي بيبر ثاني، وخليني أطول هاي مثلا. هذا ريبورت عن البيبر هاي. هاي abstract summary and introduction، هاي للنيتشر بس، يعني عن البلد وما بلد إلى آخره. في عندي هون طبعا عاملين هم literature review. أنا بهمني أقرأ هون بالنيتشر، مش abstract، بحطه summary. باجي على السمري، هاي السمري اللي هي مثابة الابستراكت. بقرأ السمري يعني أو الابستراكت بيعبر عن محتويات البيبر كلها. تمام. شو البيبر شو فيها؟ بلخص السمري هذا، وإذا بدي أستزيد كمان بروح آخر إشي على الكونكلوجن. وأن ما فيش عندنا conclusion لأنه هذول الصحيح يعني papers للطب، بس على العموم هاي في عندي مثال آخر. هاي باجي على conclusion، هون هاي conclusion. conclusion and future work in this research، يعني شو قرأت أنا؟ هذا conclusion شايفينه، هاي paper جديدة لي بدي أنشرها إن شاء الله، قاعد برتب فيها للنشر. هاي الكونكلوجن من هون لهون. تمام. قرأت الكونكلوجن، وزاد اني قرأت الابستراكت، هاي الابستراكت. تمام. هاي الابستراكت وهاي الكونكلوجن. بلخص الابستراكت والكونكلوجن بسطرين او ثلاث، يعني باجي هون طبعا هاي دوكيومنت جديد، وخلينا نقول هنا literature work، أي شيء بدك إياه. تمام. بدنا نقول مثلا the authors and أو بلاش دي أوترز، بدي أعمل كالتالي، انتبهوا كويس علي. بدي أروح على الديسكتوب، في عندي هون إشي اسمه مندلي. حد استخدم المندلي منكو؟ جماعة اللي أخذوا عندي بيعرفوا يستخدموا. لا ما استخدمتوش دكتور. الآن عشان أسهل عليكم الموضوع مهم جدا، بتروح على الويب، أكتب هون على جوجل مندلي أو مندلي ديسكتوب زي ما بدك، داونلود مندلي ديسكتوب. تمام. فور ويندوز طبعا، هاي داونلود. تمام. تعمل داونلود، أكسبت الكوكيز مش مشكلة. داونلود مندلي ديسكتوب فور ويندوز. تمام. شفتوه هاي الإشارة تاعته، الكل واضح له. الآن شو فائدته المندلي هذا؟ شو فائدته؟ الآن بتعمل عليه أكاونت زي ما تعمل على الإيميل. الكل ماشي معي وسامعني؟ تعمل أكاونت زي ما بتعمل على الإيميل، بفوتك على أكاونت، بتعمل أكاونت إلك خاص فيك، يعني يوزر وباسورد، وبصير إلك أكاونت زي كأنه إيميل، وزائد أنه بتقدر تدخل عليه أوف ميل، يعني بدون وجود إنترنت، يعني أوف لاين.
الآن تقدر تدخل على موقعك على المندلي زي كانك تدخل على جيميل إلك، وبتقدر تدخل عليه بدون إنترنت لأنه بنزل عندك كسوفت وير. ها على وين؟ على الديسكتوب، بنزل عندك بالشكل هذا. تمام، الكل ماشي معي؟ شو الهدف منه المندلي؟ أي ماشيين معك. الهدف منه الآن، الهدف منه إني أنا باجي بعمل فولدرات باستخدامه، بحط فيها كل البيبرز تاعتي. يعني مثلا هاي في عندي بيبرز هون مسميها QAS، هاي البيبر على طول بعطيني تفاصيل عنها المندلي هون. تمام، أو خلينا نعمل أنا وياكو مثلا نعمل فولدر جديد، هاي add new folder، وأسميه مثلا testing أو test folder، هاي هيك. تمام، هذا شو هذا؟ هذا فولدر اسمه test folder، بدي أحط الآن فيه papers. تمام، الآن منين بدي أجيب papers؟ بدي أقول له هون add، أو باجي هون بقول له add files، ضيف مجموعة من الملفات. وين بدي أشوف المجموعة هاي؟ خليني أشوف، بدي أطول من عندي papers تابع لنفس ال هاي، بدي أشوف إذا أنا عامل papers هون أو خلينا نشوف وين أنا كنت أنزل papers بعض الأحيان. اوكي طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لا بدي اطول بيبرز بس دقيقه واحده، خليني ادور لانه انا عندي طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اني هذول بوكس اقول لكم خليني ارجع لهون للنت وعلى جوجل سكولر. هيا الجوجل سكولر الباحث العلمي، اكتب له هون speech recognition. تمام، منذ 2016 اعطاني، شوفوا هذول بي دي اف. تمام، لان هاي البي دي اف شو باجي بساوي؟ بعمل لها open هون، هاي يعمل لي اياها open. وبعمل لها سيف، أخزنها، وخلينا نخزنها مثلا فولدر نعمله على الدي ونسميه بيبرز. تمام، هاي هيك، هاي أول بيبر. تمام خلص، هاي أنهيت تخزينها، برجع على جوجل سكولر. هاي الثانية، هاي هيك، هاي الثانية speech commands مثلا، وهاي هيك، وهاي البيبر الثاني خزنتها. أرجع هاي كليك، هاي هيك، هاي بيبر ثالث، شوفوا كيف. طبعا ممكن أجي هون حاط لي description، ممكن بدي هاي، أوكي هاي هيك، هاي نزلت مباشرة. لما بتنزل مباشرة زي هيك شو باجي بساوي؟ show in folder، بعدها ما نزلت حتى تكتمل بس. وهاي رايت كليك كوبي او كات، وبروح على الفولدر اللي انا سويته اللي هو البيبرز، وبحط رايت كليك بيست. او اوكي بعدها ما كملت، شو المشكله عندي؟
أقول أنني طلبت في أوكي هاي أو خلص هاي أعمل بالشكل التالي هاي هيك مباشرة أضغط عليها افتحها وبعدين أعمل داونلود هون وحطها هون هاي خلص نفس الإشي تمام خلص هذول ثلاثة بيكفي نرجع للمندلي شو سوينا بالمندلي تيست فولدر شو باجي هون بقول له add files وين الفايلز أنا سويتها على الدي تحت اسم ايش تحت اسم papers هاي كليك كنترول اي اوبن الان بضيف لك كل البيبرز تمام مش بس بضيفها وبضيف لك السايتيشن تاعها شو يعني السايتيشن يعني الفول انفورميشن هون على اليمين بتلاقي اسم البيبر والجورنال واي سنه نشرت واذا لها دي او اي كل حاجه بتلاقي عنها والبي دي اف موجود البيبر الثاني نفس الاشي البيبر الثالثة نفس الإشي شو الهدف من هاي العملية؟ هاي العملية مهمة جدا ليش؟ أنا إجيت على الدوكيمنت اللي فتحته قبل شوي كتبت بدي أكتب عن المرجع الأول بروح على المندلي هذا المرجع الأول تمام؟ بعمل دبل كليك عليه بفتح لي إياه كمان هون مش بس انه بيساعدني بالسايتيشن بيساعدني بالقراءه بالنسخ باي حاجه بدي اياها هيني بقرا بالبيبر describe a new data set of spoken word designed to help train and evaluate كذا 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 اوكي فهمت الموضوع باجي على الكونكلوجن وين الكونكلوجن اخر شيء يفترض هاي الكونكلوجن هاي الكونكلوجن The speech command dataset has shown to be useful for training and evaluating variety of models and the second version shows improved result in equivalent test data compared to original. هذا الconclusion والspeech بقول لك انه عامل dataset والdataset هاي يستخدمها عشان discrete evaluation discrete command recognition واستخدم زي ما احنا شايفين هون مستخدم التنسر فلو مستخدم السواريف فاي خلص فهمت الموضوع شو باجي على الليتريتشر باجي هون بقول ريفرنس لاحظوا المندلي طبعا لما انت تشغل المندلي بتروح هون بتعمل له اكتيفيشن او تولز انستال هون ام اس وورد بلج ان لاول مره بكون مكتوب انستليشن ام اس وورد بلج ان هسه لانها معمول لها انستليشن شو حاط لك ان انستال يعني شيلها انت اول ما تشغل المندلي بتعمل انستال ام اس وورد بلج ان ليش عشان يضيف نفسه ها نرجع لهون عشان يضيف نفسه وين يضيف المندلي نفسه على الوورد شو الهدف من هاي العمليه بدي أقول له هون insert citation مش insert citation هاي insert citation اللي مع مين مع المندلي هاي insert citation go to مندلي أوكي هاي أنا عملت go باجي على الفولدر تاعي أي فولدر أنا عملته عملت فولدر اسمه test هايو وبدي أعمل citation لأول بحث شو باجي بقول له هون site شايفينها site لأن أعطاني 1 لأن ما بدي شيكة مش الستايل هذا اللي بدي إياه هاي بعمل تراجع وباجي هون على insert citation وبروح على المندلي وبقول له هون اللهم صل على سيدنا محمد بدنا نغير الـ citation tools دكتور من نفس الوورد لا هون ومن نفس الـ بصير من نفس الوورد من نفس الوورد والمندلي من فيو الان شو السايتيشن اللي معمول معمول اي تريبل اي انا ما بدي اي تريبل اي بدي اي دي اي الاي دي اي اللي هو الامريكان مش امريكان بوليتيكال بوليتيكال ساينس اسوسيشن ولا هارفارد الاي بي اي دكتور الاي بي اي الاي بي اي الاي بي اي وين صار سايكولوجيكال American Psychological Psychological Association 6th Edition خلص الآن بعمل سايت
دكتور بالدروب داون ليست. ايوه اوكي على طول تحولت او يعني يفترض انه اثبتها برضو بالمندلي، بس مش مشكله. هاي الستايل برضو هذول تابعات لل، في ستايل هون تابع للويرد، وفي الستايل هذا اللي تابع لمين؟ للمندلي. انا شغلي كلياته مع المندلي، بقدر اغير من هون، بس باعتقادي ما يعني الاثر المندلي هون راح يكون الشغل كلياته له. شو اعطاني مباشره؟ اعطاني الواردن 2018، هذا ال اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو الاوثر، السايتيشن تاع السايتيشن تاع البيبر اللي انا بدي اكتب عنها. ديزاين، شوف شو بدي اكتب، ديزاين الداتا سيت، الداتا سيت فور ديسكريت سبيتش ريكوجنيشن ويب امبروفمنت. بكتب قاعد بلغتي العاديه، تمام؟ معلش اللي اوت عندي تو كولومز، هيخلي 1 كولوم ويذ امبروفمنت ريتش 78 مثلا بيرسنت. they add أو بما أنه author واحد، he used the tensor flow learner إلى آخره، تمام؟ تمام. يعني بتكتب اللي أنت فهمته بلغتك العادية، وتراي إنه مثلاً التنسر فلو عندي هنا لازم تكون كابيتالايز. الآن تكتب شو هذولا يعني سووا، يعني الأشياء المهمة اللي أنت ركزت عليها، الأكوريسي مثلاً، شو ميزات، يعني بدناش تكتب تفاصيل، يعني لغاية 3 أسطر 4 أسطر كفاية نقطة. on the other side الآن بدي أروح أعمل insert أو عفوا citation reference، insert citation لمين؟ للثاني. هذا طبعا هذول 2018 2018 2018، ممكن تلاقي 2016 2017. شو بتعمل ترتيب حسب ايش؟ اذا عملت حسب اليير برتب لك اياهن، تمام؟ حسب اليير، اذا بدك حسب التايتل، اذا بدك حسب الاوثر برتب لك اياهن. ولما تعمل سايتيشن يفترض انك حسب اليير تبدا، تمام؟ يعني اللي بيجوا 2016 بكتب عنهم. on the other side هذول بدي اعمل سايتيشن لهذول. سايت شو عمل له هون؟ انتبه، افوراس تشانغ سينور فينالز اند زيسرمان 2018 امبروف. مثلا افترض اني قرات البيبر، امبروف مور وايدر، أو خلينا نقول more general and bigger data set which includes a newly phrases that did not appear in in other، أو بقدر أجي أعمل copy لها control C بدون ما أعمل insert citation control V in Warden 2011 and
and it shows greater improvements that reaches 90%. تمام. قاعد لاحظوا شو قاعد بساوي. خلص كملت عن الثاني. الآن لسه في عندي مشكلة. الآن انتبهوا كويس. الآن شو بدي أضغط؟ بدي أضغط Control Enter. Control Enter وين بنقولني؟ على Page جديدة. انتبهوا Page جديدة. باجي هون على Insert Bibliography. Insert إيش؟ شو يعني البيبلوغرافي؟ بيبلوغرافي يعني الريفرنسز. مش أنا عادة لما بكتب بيبر بحتاج أعمل إنسيرت للريفرنسز؟ هاي إنسيرت للريفرنسز. على طول عمل لي إنسيرت للريفرنسز وسايتيشن فول سايتيشن بدون ما أتغلب لحاله. ليش؟ لأني ضايفهن على المندلي. تمام؟ والسايتيشن تاعت المندلي أوريدي موجودة وكل شيء موجود. فلما أنا قلت له على الويرد قلت له أعمل لي إنسيرت لا بيبلوغرافي، طبعا هون لازم اعمل انتر واجي هون اقول له ريفرنسز. مزبوط، هاي الريفرنسز وهاي كنترول بي. اوكي كبرها. اوكي هاي الريفرنسز. افرض اني انا الان جيت meanwhile، شوفوا كيف meanwhile بدي أضيف citation جديد الآن. الآن references insert citation go to Mendeley. الآن هاي آخر واحدة، هاي conference، وأنا قلت لكم رص بدناش بدنا نحاول نبعد عنها، بس على العموم مش مشكلة. إحنا الآن بنعمل testing أمامكم. الآن site الآن شو هذا اللي عملته أنا؟ IEEE International Conference Acoustic عفواً خلينا نعمل تراجع. أنا بدي هون insert the reference دكتور، بدك citation. بدي citation. شو عملت أنا؟ عملت reference قبل شوي دكتور. عملنا citation نفس... صح؟ دكتور من نفس الوورد فيك تعمل citation من insert citation هون. Insert citation لا، الأوبشن الثاني اللي عند مندلي فيك تكتب اسم لا اللي أنت already كنت تعمل كليك عليه هون. في هون تكتب اسم البيبر بتطلع لك بما أنها مضيوفة على الفولدر. بعرف، بس أنا بدي عشان ريح حالي بروح مباشرة على على البيبر، بعمل كليك عليها وبقول له سايت على طول، ما بديش أكتب الأسماء، بديش يعني كله كليك يعني عشان السرعة. وصلت الفكرة؟ مش عارف شو مشكلته هذا الـ خلينا نقول هي مش جورنال ارتكل، بس اسمه طويل هذا، يعني يفترض انه يحط لنا سايتيشن غير. بس على العموم خلينا نعمل هاي نفسها او هاي نفسها مرة ثانية. تمام. مينوايل افورس اتقال كذا، عملوا كذا 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 الى اخره. تمام. احنا على سبيل التجربة الآن بروح هون. يفترض لاحظوا هون ما عملش ريفرش عندي. طيب مش مشكلة، بدي أضيف ال بدي بيبر عشان أضيف ال نوريكم كيف بدي يضيف شو اسمه هاي insert citation. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي سايت. أوكي بدي أشوف الريفرنسز، طلع على الريفرنسز بالله شو صار بالريفرنسز لحالها. الريفرنسز شو نعمل لها؟ نعمل لها ابديت لحالها. معينتو هاي ضاف السايتيشن تاع الكونفرنس هون، شايفينه لحاله بدون ما اعمل انسيرت بيبلوغرافي. انت بتعمل انسيرت بيبلوغرافي اول مره فقط، والان كل ما عملت سايتيشن هون اوتوماتيكلي بضيف لك وين قاعد بضيف لك الريفرنسز. وصلت الفكره؟ تمام. وصلت. تمام. الان كملت الليتريتشر ريفيو خلص تاعي، هذا الكلام. باجي هون بعمل فقره جديده
In summary, we, as a team, we were concerned in summary, while we are reading the literature, we were concerned in the size and improvement of the data sets. Okay. Therefore, بدي أعمل insert لتيبل. قبل ما أعمل insert لتيبل، لاحظوا كيف هاي insert وهاي تيبل. بدي أعمل summary table مثلا البيبر داتا سيت نيم السايز الاكيوريسي او الامبروفمنت مثلا تمام. خليكم معي الان، باجي بعمل كليك على التيبل. انتبهوا كويس شو اللي بدي اسويه الان. الان من ريفرنسز في عندي شيء اسمه انسيرت كابشن. انسيرت ايش؟ كابشن. الكل سامعني؟ شو الكابشن هذا؟ كل جدول، كل رسمه في لها اسم، والاسم هذا لازم يكون جنريتد اوتوماتيكلي. ليش جنريتد اوتوماتيكلي؟ مش لازم انت تحط اسم التيبل. Insert caption. شو أعطاني هون؟ شو اللي بدك تعمل له caption؟ Table. فهون بتيجي على هاي تختار figure equation algorithm table. شو أعطاني هون مباشرة؟ Table 1. وبقول لي التيبل طبعا above selected item. وين بدك إياه يكون؟ فوق ولا تحت؟ لا above. دائما التيبل بالغالب معظم الأبحاث بكون above. Summary. شو كتبت هون؟ summary of the related work. خلص بس هذا هي. اوكي شو اعطاني هون على طول فوق التيبل؟ هاي هوم، هاي بعمل له توسيط، والجدول كمان بعمل له توسيط. اوكي تمام. وبامكاني اعمل ريموف للسبيس افتر باراجراف. شو طلع فوق الجدول؟ تيبل 1 summary of related work. تمام. بعبي الجدول paper 1. بامكاني اجيب هاي اعمل لها كوبي السيتيشن نفسه واحطه هون كنترول في، واجيب البيبر الثاني وين راحت؟ هايهم. تمام. رايت كليك كوبي واحطه هون. تمام. الداتا سيت X1، هاي الداتا سيت X2، السايز 230 جيجا بايت، هون السايز 400 جيجا بايت، الامبروفمنت مثلا 65%، الامبروفمنت هون 70%، ممكن أضيف عمود آخر أسميه advantages disadvantages pros and cons، ممكن أضيف الجابس. تمام. خلص كملت السمري تيبل حسب اهتماماتي. شو اهتماماتي أنا حسب البحث اللي عندي بيش مهتم. بعدين هذا ما بصير أخليه إشي طالع وإشي نازل. شو لازم أعمل له؟ لازم أعمل له هون إشي بنسميه justification justify، وممكن أقلبه على شكل فقرات. يعني
أجي هذول أحطهم فقرة، هذول أحطهم فقرة، والفقرة عادة يفترض إنه يكون أول كلمة كلمتين فيها، أو أول كلمة مقدار كلمة فراغ، تمام؟ وهاي فقرة الحالة سمري، وهاي كملت خلص الليترجر ريفيو، تمام. وبعد التيبل، هاي التيبل معاي انتو، هذا الليترجر ريفيو. بعد التيبل طليت على هالأشياء اللي قرأتها كلها، وجدت انه معظمهم من خلال قراءتي، من خلال تصفحي للكونكلوجن والأبستراكت، من خلال كتابتي هاي اللي فهمته من البيبرز، انهم كلهم يعني اعتنوا بوضع الwords only، كلمات roughly as is، ونسيوا الroots الجذور الكلمات، وبالتالي أنا والsynonyms تاعت الكلمات باجي بحط هون by passing. أنا الآن بكتب لغتي العادية، أنت تكتب عادي بأي لغة بدك. By passing over the literature and the summary, I found that most of the researcher، ما بقولش authors، بقول researchers، forget to add words roots to the corpus or dataset which is important in improving post processing operations on improving post processing operations done after recognition. In my paper, in this research, I will tackle this problem and try to improve a newly data set that may contain اللهم صل على سيدنا محمد، synonyms. اوكي، اذا ما انا غلطان اكيد، لان كتابته شويه synonyms. اوكي، and word roots، تمام، خلص انتهى. هاي الفقرة مهمة جدا. ليش مهمة؟ مين بقول لي؟ انت بتقرأ الليترشر، تفضل، عشان تحدد شو بدك تعدل على الشغل اللي هم اشتغلوه، تمام، يعني او شو بدك تحسن على الاشياء اللي هم اشتغلوها كالجوريثم او، تمام. انا هنا، أنا هذا مثال فقط عشان نجرب عليه. رجعت للليتريتشر، قرأت
لخصت الريتشر بتيبل وحطيت هذول بسميهن الاتريبيوتس، هذول اللي فوق هذول الاتريبيوتس بعت بختلفن. في ناس لما شرحت اول مره راحوا حاطين اللي انا شرحته زي ما هو. لا يا عمي مش هيك القضيه. القضيه كل بروبلم إلها اتريبيوتس انت بتهتم فيها مختلفه عن الاخرى، ماشي؟ انا هون اهتميت في الداتا سيت وبحجمها وبالامبروفمنت، وبضيف كمان عمود الجابس الكونسيكونسز الكونز البرونز الادفانتج ديس ادفانتج، ممكن اضيف اي شيء بدي اياه. لكن انت شو اهتماماتك انت كل بروبلم اللي عندك راح تهتم باي اتريبيوت عشان تطور. الان بعد ما قرات الليتريتشر ولخصت الجدول اكيد انك من قراءتك طلعت جابس معينه. شو هاي الجابس؟ اي فاوند كذا كذا، اي ويل دو كذا كذا، مزبوط ولا لا؟ او انه باي لوكينج افتر the summary table I will مثلا create a novel data set that will include everything everything that the authors done and I will add كذا 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 إلى آخره. إذن هون أنت حكيت عن الجابس اللي موجودة عندهم وشو أنت راح تسوي حتى تغطي الجابس. بكون هيك انتهت الليتريتشر ريفيو تاعتك. لأن بتبدأ بالإيش؟ بالميثودولوجي. خلينا نرجع مع بعض على البيبر تاعتي اللي أنا هيني بدي أنشرها. خليكم معي والله، خلي نقرأ مع بعض، ماشي؟ هاي أنا بعدني ما بدي أرسلها للنشر، تمام؟ Quran is the holy book for all Muslims. It is containing only truths. No suppositions or uncertain information. In a variety of scientific areas, writers introduce witness for their claims or explain their dialogues by citing verses of Holy Quran. شوفوا شو حطيت. A novel Quranic citation manager is introduced in this research paper for automatically managing citation for Holy Quran. شايفين العبارة هاي؟ العبارة الأولى، الفقرة الأولى، الكل معي، الكل متبع معي صح؟ الفقرة الأولى عبارة عن زي introduction بسيطة. شو هو القرآن الكريم؟ هو شيء بيحتوي على حقائق ثابتة، ها؟ ولكن لما أنا بدي أجي أكتب، أو كثير من الأشخاص لما بيجوا يعملوا يكتبوا شغلة والكتاب بيستشهدوا بشغلة معينة، صح ولا لا؟ وممكن يستشهدوا بالقرآن الكريم بآيات القرآن. هنا novel، شو يعني novel؟ يعني جديد تماما، ما حدا سواه قبل هيك. Quranic citation manager is introduced in this research paper for automatically managing citation from Holy Quran. تمام، هاي العبارة كثير بيستوعبوها الريسيرشرز. لأن بس هيك، the adapted scientific approach is based on natural language processing technique. The adapted Quran searching method is based on sliding window technique. يا سلام، هاي أنا قاعد بشرح لهم بقول لهم إنه الطريقة هاي تعتمد على السلايدنج ويندو. السلايدنج ويندو وين اخذتوها؟ اخذتوها بالالجوريثم. وين اخذتوها كمان؟ انا ما اخذتوش شيء اسمه سلايدنج ويندو بالنتورك الشبكات. اخذناها دكتور. بس احنا اخذنا ومن زت العلم مرتبط مع بعضه، بدك تشبك كل شيء. Sliding window and for more accurate search, a context-sensitive error detection and correction is utilized. كمان عملت error detection context-sensitive، حساس للمحتوى، اكتشاف الأخطاء الحساسة للمحتوى وتصحيحها. The adapted searching and error correction techniques were employed for referencing and referenced in text quotation from Holy Quran and for preserving the style of Quranic citation. Experiments reveal that our adapted approach achieves 93.95% of accuracy rate. الاختبارات، شوف شو شرحت هون. بعد ما قلت in this research I will do كذا كذا، the adapted scientific approach الطريقة اللي استخدمتها كانت عملت كذا وكذا، بعدين الاكسبيرمنت شو طلعت معي. بس خلص، شوفوا قديش هاي الفقرة أكمل كلمة، مش لازم تزيد عن 200 كلمة. هاي 129 كلمة بالضبط استطعت أوصف فيها محتوى البيبر كلها. الكيوردز، شو هن الكيوردز؟ الأشياء اللي لو واحد حط على النت
ها يقدر يلاقي البيبر هاي بصباحه تاعتي كورانيك سايتيشن مانجر كونتكست سنسيتيف ايرور كورانيك سيرشنج لكسيكالي نيبرينج ويردز كل هذول كي ويردز مختارات بعنايه تمام. طيب انترودكشن الانترودكشن باجي طبعا الانترودكشن بتقدر تستشهد فيها ترجع لمراجع عادي ما في اي مشكله هوري كوران از ليترال كذا 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 كذا. طيب هاي المعلومه انا كاتبها من عندي مش جايبها من اي مصدر لكن في معلومات بعد شويه مثلا وين راحت هون شوفوا كيف طبعا مثلا every natural language انتبهوا للفقره هاي كاتب بالانترودكشن هنا مش بالليترشر. Every natural language is governed by a set of rules to ensure the integrity of written or typed sentence. Such rules cover two aspects. The first one is the grammar of the language, morphology and syntax, which govern the use of the right morpheme and the right place. The second one is meaning, semantic and pragmatic, in which assuring the use of meaningful structure. منين المعلومات تاي كلياتها؟ هاي تلخيص لمعلومة طلتها من المرجع رقم إيش؟ هاي قدامكو المرجع رقم واحد شوفوا بنهاية الفقرة بحطه. طيب لو جيت تحت على المرجع رقم واحد وين المرجع رقم واحد؟ هاي المرجع رقم واحد شايفينه؟ هاي Natural Language Understanding Second Edition CA بنجامين كذا كذا Full Citation. فيش إشي مذكور بالليتريتشر أو يعني هون أنا المقدمة بتشرح عن موضوع السايتيشن والقرآن والسؤال وعن ناتشورال لانجوج بروسيسنج بشكل عام. هاي إنترودكشن مقدمة والمقدمة قديش وصلت عندي شوفوا قديش وصلت من هون شوفوا المقدمة هاي المقدمة شايفينها هاي أنا بدي أظللها أمامكم هاي المقدمة من هون لغاية هون هاي كلها مقدمة شايفينها؟ طبعا هذول لو تحول البيبر انت الى ون كولوم جزء ما بيجنش معك صفحة واحدة فقط. الان ببدأ وطبعا هون اي اشي ذاكره بده مرجع طبعا انا مستخدم الاي تريبل اي هون عادي بتذكر المرجع تاعه بتعمل انسيرت زي ما عملنا انسيرت بس لما يكون المرجع عندك 1 2 3 رقمات بكون المرجع ما بكون بالبداية بداية الفقرة عادة بكون وين؟ بنهايتها تمام؟ الكل ماشي معي يا شباب؟ نعم دكتور ماشيين معك دكتور. طيب خلصنا من الانترودكشن الريليتد وورك أو الليتريتشر most of reviewed research are partially related to our work أها شوفوا الناس اللي كانوا يسألوا يا دكتور ما احناش ملاقين مراجع لشغلنا يا أخوي مش لازم تراجع لتلاقي نفس الشغل اللي بدك تشتغله أنا شو قايل هون بالريليتد وورك most of reviewed research are partially related to our work معظم الأشياء اللي رجعنا لها إلها علاقة لكن علاقة مجتزئة مع شغلنا we classify them into two categories according to the relationship to our research first researchers and the technique for searching Quran approaches treat the problem by combining both perceptions such as 12, 13, 14 and 15 أول مجموعة اللي بتتعامل مع الموضوع هذا كذا وكذا واللي هي 13 12 و13 و14 و15 reference 16 tackle the problem through أو بقول هنا كتبت reference 16 which is يعني لساتني بجهز بالبيبر أنا لازم أكتب يعني أغير الستايل أحطه هذا بالأخير بس أنا بكتب الآن وبعدين بعدل مش مشكلة المهم شوفوا هون رجعت حطيت وين بالأخير بس في بعض الشغلات كنت أكتب ريفرنس بالبداية هاي أضيفت لاحقا tackle the problem through the collection of confusion sets كذا 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 شو سووا هون شو سووا هون شو سووا غضاك شو سوا هذا شو عدل على اللي عملوا هذا كملت الريليتد وورك باجي لمين للميثودولوجي الميثودولوجي شو سويت فيها قسمتها إلى ما يلي الجنرال اركيتكتشر شو هو الجنرال اركيتكتشر شرحت عنه هون قلت في عندي دوكيومنت عملت له سيجمنتيشن
في عندي موديولز سيرش موديول ايرور كوركشن موديول سايتيشن موديول، وهذول الموديولز باخذه من الويرد فايل والاندكس وبرجعه للليكسيكون وباخذه من الفيرسس رايح جاي، وبعدين كوركتد سايتد دوكيومنت بطلع الدوكيومنت هذا اللي فات واللي لقيت فيه اخطاء طلعته كوركتلي سايتد من الجهه الثانيه. هذا الجنرال فريم ورك للميثودولوجي تاعتي. الان هذا ايه بي كيو سي ام ريسورسز. شو هو الكيو سي ام؟ فوق بالعنوان شو حاط؟ كيو سي ام كوران اكسايتيشن مانجر بيست اون ناتشرال لانجويج بروسيسنج تكنيكس. بعدين شو الكيو سي ام؟ شو بده يسوي؟ القران كوربس وازو بت ريسورسز مصادره منين جبته؟ منين جبت الكوربس تاع القران؟ فروم تنزيل ويب سايت 18. اوه السلام، هذا انا القران كوربس جبت القران كوربس من تنزيل ويب سايت 18. طيب بعدين الكيو سي ام ريسورسز المصادر تاعته منين جبتها؟ الفيرسس فايل، الليكسيكالي نيبرينج، الاندكس فايل، شو هو؟ كل جزء شرحت عنه. بعدين الكيو سي ام كومبوننت محتوى اجزاء سيرش موديول، هذول اللي ظهراتهم الايرور كوركشن موديول سايتيشن موديول، هذا الموديول السيرش موديول وكيف بيشتغل. بعدين في عندي الايرور كوركشن موديول كيف بيشتغل، سايتيشن موديول، اوفرول بروسيس فلو، هاي الاوفرول بروسيس كيف العمليه كلها بدها تتم. الان هذا الجنرال ميثودولوجي. الان الاوفرول بروسيس فلو، انبوت تكست فايل، سيجمنتيشن، سلايسنج انتو ماتش باترنز، ماتشنج، تشيكينج فور ايرورز، بعدين الى اخره وهكذا. وبعدين جيت كتبت كيو سي ام الجوريثم، حطيت الجوريثم سيدو كود. شايفين السيدو كود من هون لهون؟ السيدو كود هاي بمعادلات سيدو كود زي كانه اف ستيتمنت، سلايسنج، سيجمنتيشن، شو الانبوت، شو الاوتبوت، سيجمنتيشن، السلايسنج، الايرور كوركشن موديول، كتبت الالجوريثم كلها. الجزء الرابع، شو الجزء الرابع؟ الاكسبيرمنتال سيت اب اند ايفالويشن. انا حكيت هون اني صممت الكوران اكسايتيشن مانجر واستطعت اني ادخل له مجموعه من الايات جبتها من المصادر الفلانيه وعملت تيستينج على مجموعه من الاولى اللي هي عمليه السيرشنج، وهاي النتائج موجوده بسكرين شوت سامبل ريزلت. بعدين سكند كاتيجوري ايرور ديدكشن اند كوركشن، عملت تجربه اخرى عشان اكتشاف الاخطاء وتصحيحها، وهاي السامبل ريزلت اوف تو، وطبعا شرحت كيف العمليه بتتم. بعدين السايتيشن كيف بعمل سايتيشن، وهاي سكرين شوت. وبعدين الفورث كاتيجوري اوفرول بيرفورمانس، رحت قست البيرفورمانس كامله واستخدمت المقاييس التاليه في داتا ست جبتها من هون عشان اقيس. بعدين الايفالويشن استخدمت البريسيجن، الريكول، الاف ميجر، تمام، وطلعت المقاييس هاي بناء على الداتا ست اللي استخدمتها لعمليه القياس، وحطيت معادلات الريسجن والريكول والاف ميجر. بعدين طلعت النتائج، هاي النتائج طلعت معي اكسبيرمنت شو ذات ريكول ماتريكس فور اوفرول سيستم 97.2%، بريسجن 90، الاف ميجر واللي بضم 2 93.95%، وهاي حسبت للاوفرول سيستم، للسايتيشن، للايرور كوركشن، للسيرشنج، كل واحد بكل ميجر له قديش طلع اكيوريسي، وهاي الكونكلوجن تاعتي. تمام، وهاي الريفرنسز، خلص انتهت البيبر. كم من صفحه هاي البيبر؟ 9 ورقات بس، فيها كل الشغل اللي اشتغلته. هاي رحله البيبر تاعتك راح تكون هيك، مش تيجي بتعمل literature review. في ناس كيف بيعملوا literature review؟ بيجي على البيبر هاي بيعمل كالتالي، بيعمل هيك discusses with كذا 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 لغاية هون بس، right click copy، وبيجي على الدوكيومنت تاعته هون وبحط citation فلان لفلاني
كنترول في خلص وبيخزن. حبيبي اول شيء طبعا هاي البيبر اللي انا فتحتها هاي البيبر فاشله. شو السبب انها فاشله؟ انه حاط ريفرنس بال، شايفين الريفرنس، هذا ريفرنس وهذا ريفرنس، والثنتين هذول ممنوع يكون بالابستراكت اي ريفرنس. غلط، الابستراكت ما فيهاش ريفرنسز. الانترودكشن، الليتريتشر، الميثودولوجي ممكن يكون فيها ريفرنسز عادي، لكن الابستراكت ممنوع منعا باتا. تمام. الان هاي العمليه بسموها باراليزم. باراليزم يعني انت شو سويت بالحاله هاي؟ هاي العمليه اللي عملناها قبل شوي، نسخنا كت تو بيست. تمام. شو سوينا انت يا حبيبي؟ نسخت، اقتطعت جزء شغل من شغلك وحطيته هون. هذا اسمه نسخ او نسخ غير شرعي، وبالتالي كيف بيتم اكتشافه؟ في برامج خاصه بيتم اكتشافه، في برامج خاصه بيتم اكتشافه مثل التيرنت ان، وبرامج موجوده، وفي برنامج عندي بحط البيبر تاعتك بشوف اي باراليزم، اي نسخ من اي مصدر ببين على طول. ليش؟ لانه هاي امانه علميه، ما بصير تنسخ اي شيء من مكان او معلومه الا تكون عامل سايتيشن ومش بلغه، بنفس لغته، بدك تعيد صياغتها كامله بلغتك انت. تمام. ذلك هذا ممنوع منعا باتا. فالناس يعني انا في بعض الليتريتشرز وصلتني بتخزي، بتخزي يعني. ما انا ما اول شيء ما بديش الوم كثير. ليش؟ لانه بقول لأول مرة بجوز بدخلوا على الموضوع، لكن هيني أنا قاعد بشرح، هيني بشرح وهيني بنبه. وإذا بتتكرر نفس الأخطاء هاي كارثة. إذا مع الشرح هذا اللي أنا بشرحه وبترجع بتعيد نفس الكرة فهاي مشكلة، هاي مشكلة حقيقية بدك تعالجها عند بنفسك. هاي بيبر أمامك، وإذا البيبر هاي مش متوفرة عندك اوكي، بتقدر تطول اي بيبر من النت وتشوف كيف كاتب الميثودولوجي، كيف كاتب السايتيشن، كيف عامل. انا حاط سكرين شوت كم صغر، طبعا انا هون عامل عمودين، تعمل عمود واحد اذا بتحب ما فيش عندي مشكله، بس كل شيء لازم يكون منظم ودقيق ومعمول بطريقه فنيه. انت بتكتب الان 9 ورقات للماده كلها، هذا شغلك، خلاصه شغلك، مش تيجي تخبص لي يا خبص. شو بدي فيه؟ مش بحاجته. الان شو البروف اوف كونسبت اوف ماين؟ انا بعد ما اشتغلت هذا الشغل كلياته، حاط مثال هون للسلايدنج ويندو فور اكستراكتنج ماتش باترن، فلا يكون في صدرك حرج مما يفعلون، فلا يكون في، يكون في صدرك، في صدرك حرج، صدرك حرج مما، حاط مثال، حاط مثال. ليش؟ عشان ابين للريدر القارئ انه كيف انا اشتغلت، شو الطريقه اللي اشتغلت فيها ان ديتيلز، لانه هون انا قاعد بشرح عن الميثودولوجي، بشرح الجزء الأول جنرال أركيتكتشر، الريسورسز، الآن الكومبوننتس، السيرش موديول، موديول موديول مسكتهن، كيف كل واحد بيشتغل. الآن بعد خلاصة الشغل هذا في الإكسبرمنت. طب أنا كيف بدي أسوي إكسبرمنت؟ أنا رحت بنيت سيستم كامل، هيو هاي الانبوت هذا بنيته على على السي بلس بلس او على الفيجوال بيسك، اني تول يو وانت، او على الماتلاب زي ما بدك اي شيء. طبعا هنا على الجافا باي طريقه بدك اياها ما في مشكله، ما في عندك مشكله باي وسيله، بس هون البروف تاعك، هون البروف، هون الاثبات، انت قاعد بتثبت للقارئ انه شغلك صحيح. انت عملت سيستم دخلت عليه النص زي ما انت تخيلت، وعملت له بروسيسنج بوست بروسيسنج، وطلعت النتائج امامك، ومسكت المديول مديول، بعدين رحت جبت داتا ست عشان التستنج، داتا فور ايفالويتنج كيو سي ام وير كونستراكتد مانيوالي. ها انا بنيتها بشكل يدوي، داتا اوبتيند فروم ارابيك تكست ذات كونتينز كوتيشنز فروم هولي قران، كيوريز وير ديزايند بيزد اون ايفالويشن اسبيكت ديسكاست ان ذا بريفيوس سب سيكشنز، 14 ديفرنت كيوريز، 40 سؤال مختلف were extracted from the collected data. دخلت الأربعين هذول وبعدين شفت شو النتائج اللي بتطلع عندي، وبعدين لخصت النتيجة اللي حصلت عليها وحطيت future work.
شوف الفيوتشر ورك هذا اوبشن، لكن حلو كثير يكون بالبيبر as a future direction of this work. We aim to build a statistical language model for Holy Quran. This will lead to more accurate detection and correction of context sensitive error and also minimizing relative retrieval rate. هاي الاكنولجمنت اذا كنت انت يعني حاصل على جرانت من مكان معين وبدك تشكر الناس اللي دعموك على هالجرانت اللي هو الدعم للبحث العلمي. في حدا عنده اي سؤال؟ باعتقادي ما ظلش حدا إله حجة. في حدا عنده أي سؤال؟ شباب طبعا هذا ينطبق على بيبر بتعملها بأي مادة عندك من مواد الدراسات العليا، هذا ينطبق عليها العنوان، وبدك تختار العنوان بدقة. الأفليشن مين أنت؟ الأبستراكت، إنترودكشن، لتريتشر ريفيو، ميثودولوجي، إكسبيرمنت البارت أند ريزلتس أند إيفالويشن، كونكلوجن، أكنولجمنت، ريفرنسز. يو هاف تو سايت يور ورك أوتوماتيكلي. الآن في نقطة ثانية وأخيرة اللي هي الكابشن للتابلز أوتوماتيكلي جنريتد. أفرض أنه في عندي رسمة، والرسمة هاي خليني أجيب رسمة insert picture، هاي البيكتر هاي البيكتشر، شايفينها؟ هاي الصورة، هاي الصورة، وهاي هيك توصيل. هاي الصورة عبارة عن فيجر. شو يعني فيجر؟ يعني مرجع على شكل صورة، ما بصير يكون واقف هيك. ها بدي أقول هون بالميثودولوجي، أور ميثودولوجي فريم أو فلو، أو بدي أقول جنرال أركيتكتشر إز بيكتور إز ريبريزنتد إن وين؟ إن هذا الفيجر. ما بصير أقول in the following أو in below، لا، باجي هون بعمل كليك، انتبهوا، وبروح على reference بقول insert caption. لا مش table اللي عندي، هذا فيجر، بحط فيجر بكتب figure one، ها نقطة methodology flow diagram، خلص. طبعا الفيجر عاده بيجي وين؟ بيلو، مش اباب، بيلو. اوكي هاي اوكي. شو حط لي تحتي الفيجر هذا؟ مباشره حط لي تحتيه ال ال السايتيشن او الكابشن اللي انا عملته. وصلت الفكره؟ الان لما باجي هون، باجي انتبهوا كويس، اور ميثودولوجي جنرال اركيتكتشر از ريبريزنتد ان وين، ما اجي بكتب كتابه فيجر، غلط هذا الحكي. باجي هون بقول كروس ريفرنس، مش كابشن، كروس ريفرنس. الكل سامعني والكل معي؟ لاني راح ادقق على هاي، راح ادقق على هاي الامور بشكل كبير جدا. كل شيء اوتوماتيك بده يكون عندك، مش انت تقعد تكتب بيدك. كروس ريفرنس، لما بيجي بقول لي كروس ريفرنس، باجي هون بقول له اعطيني كل الفيجرز. هاي اعطاني فيجر 1، شايفينه؟ ميثودولوجي فلو دايجرام. بقول له ما بديش انتير كابشن كله، بدي اونلي ليبل اند نمبر، اونلي ليبل اندر انسيرت كلوز. شو اعطاني هون على طول لحاله، شايفين؟ فيجر 1.
بقول لي كنترول كليك تو فولو لينك، هذا على شكل لينك هاي على طول وداني هون لما بضغط، شايفين هذا عبارة عن لينك صار، وبعدين بتحط فاصلة وبتكمل أو نقطة، شوفوا كيف كروس ريفرنس. طيب in summary، in summary هون while we are reading the literature we were concerned in the science and proving the data set therefore بدي أكتب تيبل كذا كذا، باجي هون على كروس ريفرنس وبقول له أعطيني التيبلز، هي أعطاني تيبل 1 summary، وإذا عندك أكثر من تيبل بعطيك إياهن، بقول له insert only label and number insert close table 1، على طول حط لي تيبل 1. تيبل 1 shows the final attributes, the final attributes and gaps. مثلا على سبيل المثال خلص شوفوا هذا التيبل، مجرد ما انت ضغطت عليه، ضغطت على كنترول بظهر لك إشارة اليد، على طول بوديك على التيبل، لما تحط هون على طول بوديك على الفيجر، ولو كان الفيجر فوق تحت ما في مشكلة. يعني على سبيل المثال هاي بيبر عندي، في بيبر ثانية في فيجرز، في تيبلز هون مثلا هاي فيجر تو، بس هي يعني بعدها في طور الإنتاج، يعني مش معمولات أوتوماتيكلي، بس يفترض إنهن يتسوون إيش، كله يتسوى إيش بشكل أوتوماتيكي زي ما أنا عملت الآن. إذن الآن بتعرف أنت كيف تعمل citation. السؤال الآن، واحد بدوش يكتب بالـ ADA بالـ APA عفوا، بدي يكتب بالـ IEEE، بيجي هون على ستايل بغير للـ IEEE، بدل الـ APA شو صارت هون 1 2 3، بس ما بصير أحط 1 بالبداية بالشكل هذا غلط، يعني يفترض هاي تنحط في النهاية، لكن الـ APA لو حطيتها في البداية بالشكل اللي كتبناه هذا صحيح. يعني أنا بقول غلط لأنه لم، يعني عادة الـ IEEE في نهاية الباراجراف، أو إني بقول N1 قبليها بتبعها بكلام، بقول N1 مثلا فاصلة تمام the author design كذا 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 إلى آخره بصير، while in two بصير، لكن إذا ما تكون صغلة زي هيك ممكن أحطها في النهاية. وطبعا ممكن أغير لهارفارد، ممكن أغير ل الـ APA 6th edition 8th edition حسب ما بطلب مني الفورمات للبيبر اللي أنا الفورمات اللي بدي أعمله تمام. وهذا برجع لك وبرجع للطريقة اللي بدك تكتب فيها. طيب في حدا عنده أي سؤال حول ما سولفت اليوم؟ اسأل، تفضل اسأل اللي بدي يسأل حول هذا الموضوع، بدي أشيله من رأسي. سلامتك دكتور. بدي أشيله من رأسي ليش؟ لأنه في هدك كثير وفي تخبيص كثير باللي وصلني، فالتخبيص هذا غير مقبول، ما فيش علامات لا تخافوش. يعني أنا لما طلبت الليتريتشر بدي أشوف مين اللي قاعد بكتب بطريقة سوليد ومين اللي ماشي بطريق خطأ، وبالتالي أنا الآن يفترض صححت كل المسارات. كل واحد الآن عارف حاله شو كتب، عارف حاله شو اشتغل، انا اطلعت عليه اطلاع بشكل عام، مش راح اقدر اقرا كل الليترشر ريفيو كلياته اللي انت كاتبه، لكن احذر، احذر من النسخ واللصق لانك راح تدمر حالك. وهذا الحكي الشباب اللي اخذوا عندي وعمار هيك معي، مين عمار موجود؟ مش عمار علي، مين اخذ عندي من الشباب؟ لا عمار دكتور، عمار عندي بيعرف انه على طول بكتشف النسخ مباشرة، صح ولا لا يا عمار؟ مزبوط دكتور. بديش تقول لي مزبوط، بديش تقول لي مزبوط مجاملة، لا تجاملنيش. لا والله، لا والله، مزبوط 100%.
انت بتعرف اني بتعامل معاكو كاصدقاء مش كدكتور، وبالتالي الصديق المخلص مش لازم يغش صديقه، انا مش لازم اغشكو وانت مش لازم تغشوني، بالنهايه انا قاعد بعطيكو خلاصه وزبده خبره طويله. تمام، انا قاعد قصر الدكتور الشكل، فالخبره هاي بنقولها لك عشان تستفيد، لانه غد انت بالامام اذا بتطلع لاي مكان وبتروح تكتب لي بطريقه معجوقه وبتكتب سواليف وتصير تحط لي سواليف حصيده، سواليف المضافات اللي قبل الانتخابات هاي، بتدمر حالك، راح يقول لك عمي انت وين دارس وين قاري، فضيحه، فضيحه لك، فضيحه للمؤسسه اللي تخرجت منها، فضايح بتصير. وما بدناش نقع بنفس المطب اللي انا وقعت فيه، انا بحكي لكم اياها بصراحه، احنا وقعنا بمطب، ولكن sometimes يعني الدم مش ذنبي انا، لكن انا وقعت بمطب، ولكن بجوز كنت اكتف كثير اللي استطعت انشل حالي من هذا المطب، اتعلم بسرعه. بس اذا 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 عندك الرغبه الامر ايزي زي ما انت شايف، يعني ما فيهوش اشي عظيم. واضح يا شباب؟ كل ما هنالك ان يكون عندك اجتهاد، يقول لك مجموعه من البيبرز تفلترها وتبدا بالكتابه حسب التاريخ. يعني هون لما باجي انا اكتب ببلش بال2016 بنهيهن، بعدين 2017 بنهيهن، بشبكن بحاول اربطهن مع بعض، اربط الافكار مع بعض على شكل قصه او حبكه الليتريتشر. تمام، بالاخير في سمري تيبل مع الاهتمامات اللي انا اهتميت فيها، بعدين بعديه فقره صغيره تحكي عن الجابس اللي موجوده وشو انا راح اسوي. واضح الصوره يا شباب؟ ان شاء الله. حدا منكم عنده اي سؤال حول هذا الموضوع بالذات؟ الان كل واحد منكم معاه بروبلم وعارف طريقه وعارف شو راح يسوي وعارف كيف. طبعا بجوز واحد يتسأل يقول طيب يا دكتور احنا بعدنا ما اخذناش الاشياء هاي اللي بتحكي عنها انت هنا، انت زلمه كاتب البيبر ومخلصها وعامل ايفالويشن، انا بعدكم ما دخلتوا على البريسيجن والريكول والاف ميجر، مظبوط ولا لا؟ بعد ما اعطيتكم اياهن، لذلك الاكيوريسي، لكن في طرق لقياس الاكيوريسي ممكن تكون عدد تكرارات على المجموع الكلي، هاي تعتبر بريشن، بس احنا لا، في عندنا معادلات والمعادلات هاي موجوده والاشياء هاي موجوده، ولسه انا راح اخذهن بالتكست كاتيجورايزيشن. معايا شباب؟ معك دكتور. معك دكتور. معك. يعني احنا حبه حبه، الحبه الاولى بدنا نخلص من الانترودكشن، الجميع بمسك الانترودكشن وبكتبها وبكتب الليتريتشر ريفيو وببدا على طول بوضع الجنرال اركيتكتشر للميثودولوجي تاعته. تصوره كيف الميثودولوجي راح تكون، انت بدك تعالج دوكيومنت، اذا الانبوت دوكيومنت شو بدك تعمل عليه؟ بدنا نعمل عليه سيكمنتيشن، وبعدين بدنا ندخله للكيو سي ام. شو الكيو سي ام؟ الكيو سي ام بيحتوي على ثلاثة موديول، الموديول الاول بيعمل هيك والموديول الثاني هيك والموديول الثالث هيك. بعدين الموديول هذا الكيو سي ام في له ريسورسز، مصادر باخذ منها معلومات وبرجع لها معلومات، الوردز فايل، الاندكس، الليكسيكون، الفيرسس فايل، وباخذ وبرجع. وبالنهايه بعد ما يطبخ الطبخه هون في اوتبوت، شو الاوتبوت؟ correctly cited document، هذا الجنرال اركيو بشرح عنه. تمام، بعدين باخذهن جزء جزء وببدا اشرح عنهن. وهاي ليش ال خلينا نقول الميثودولوجي. بعدين دخلت بالتفاصيل الموديول ومثال كيف اشتغل والفلو اللي هو الكيو سي ام فلو شارت، الكيو سي ام فلو شارت غير الميثودولوجي، وبعدين الالجوريثم اذا في الجوريثم، اكسبيرمنتال سيت اب اند ايفالويشن، كيف عملت الاكسبيرمنت، انا والله صممت البرنامج وعملت البرنامج كامل وبعدين بلشت ادخل عليه كذا وكذا وكذا وكذا
وهاي النتائج والجراف هذا مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لأنه كل النتائج تاعتك بدل ما أنا أقرأ السواريف هاي كلها بطلع الجراف كريدر بقول والله هذا الأكيرسي شو عامل، الأوفرول سايتيشن الإيرور كوركشن الموديولز كلها والريكول والأف ميجر والبريسيشن. بلاحظ أنه بالسايتيشن كانت النتائج البريسيشن عالية جدا، ويعني الدقة بالنسبة للأف ميجر فيهن كليات ممتازة من النظر فقط إلى الجراف. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح يا دكتور. واضح 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 دكتور. طيب الله يعطيك العافية. بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة للبقية الشابتر لعند سلايد 36 37 وطالع، هذا كليات سيلف ستدي. ماشي. الآن بدنا ننتقل لشابتر آخر اللي هو تكست كاتيجورايزيشن. التكست كاتيجورايزيشن والتكست كاتيجورايزيشن شو يعني؟ كاتيجورايزيشن تصنيف، مظبوط ولا لا؟ اي اف assigning a document. عندك وثيقة، والوثيقة هاي ممكن تكون أي إشي، رسالة، صفحة، ريبورت، ممكن تكون ممكن تكون كتاب، ممكن تكون سؤال، ها، ممكن تكون ويب بيج، ممكن تكون بيبر عادية تاعت بحث، وبدك تعطيها تصنفها. شو الأصناف اللي ممكن تصنف عليه الوثائق؟ ممكن تكون وثائق سياسية، ممكن تكون وثائق تبحث في الاقتصاد، ممكن تكون وثائق تبحث بالعلوم، ممكن تكون وثائق تبحث في الفقه، ممكن تكون تبحث في الأديان. أصناف كثيرة جدا جدا للتكست موجودة عندي اللي بنتعامل ميها إحنا الآن. ففي تطبيقات كثير لما أنت تصنف، مثلا ويب بيجز ريكومندينج، ياهو لايك كلاسيفيكيشن على سبيل المثال، يعني من خلال انت شفتك بتفوت على الانترنت كثير ولكن بتفوت على بيجز معينه، من خلال دخولك على هاي البيجز بدي اخذ البيجز هاي واصنفها اللي دخلت عليها كلها. بلاحظ انك 90% من وقتك قاعد بتفوت على ويب بيجز بالسياسه، معناته انا شو بساوي؟ ممكن بين فترة والثانية أودي لك دعايات لمواقع سياسية، لأفكار سياسية، لناس سياسيين. إذا عرفت اتجاهك صح ولا لا من خلال الكاتيجورايزيشن للويب بيجز اللي أنت بتدخل عليها. النيوز بيبر مسجز، الأخبار اللي واردة، سبام ريكومندينج، شو قراءتك، أوصيك أو أوصيلك أو أرجح لك شو بتقرأ من خلال تصنيف الأشياء اللي دخلت عليها، أو أعمل سبام فلترينج، هل المسجز اللي وصلتك على الإيميل سبام ولا مش سبام؟ إذن هاي بدها كاتيجورايزيشن. ليش؟ لأنه الرسالة اللي واصلي هاي عبارة عن وثيقة مكتوبة كتابة، مزبوط ولا لا؟ وبما أنها مكتوبة كتابة إذن ممكن تتصنف، هل هي رسالة عادية؟ هل هي سكام؟ في شيء اسمه سكام وفي شيء اسمه سبام. حدا بيعرف الفرق بيناتهم؟ في عندي هون سبام and سكام. سبام دكتور اللي هي بكون يعني عشوائية، أما الاسكام بكون هدفها أنه زي نصب أو احتيال. الاسكام نصب أو احتيال، تمام 100%. زي واحد بتقول لك أنا زي الرسائل المعتادة هاي اللي بتيجي باستمرار، يعني معبى يعني كل يومين ثلاث بصل رسالة، أنا حاجة مش عارف شو كذا، جوزي مات، الفيشنج. طبعا لا، هاي الفيشنج نوع ثالث. السكام زي ما قال عمار نصب واحتيال،
بدي أقول الفيشنج صحيح المثال اللي حكيته أنا بنطبق عليه الفيشنج أكثر من السكام، لكن السكام بيجي بيقول لك مثلا أنت ربحت كذا مليون باوند بالقرعة عشوائية للياهو كونك الإيميل تاعك طلع معاهم، ودينا اسمك الأكاونت تاعك مش عارف شو رقم بطاقة الائتمان أي شغلة زيك، مش هيك ولا أنا غلطان يا عمار؟ والسكام هذا الفيشنج الفيشنج هو زي انت فيشنج اني احصل على البيرسونال انفورميشن بطرق احتياليه، صناره بزت لك صناره بزت لك طعم، هذا الفيشنج بزت لك طعم وبصطادك فيه. هن قريبات من بعض كثير، يعني تقدر تعتبر الفيشنج انه تابع للسكام. يعني انا السكام بشوف في ناس، يعني في احد الاشخاص صديقي اللي توفى الله يرحمه كان براس له واحد ونبهته بشكل كبير جدا انه هاي عبارة عن خدعة، وخدعة كبيرة جدا. يعني هذاك عرف اسم بطرق او باخرى، استطاع يعرف بعض المعلومات الشخصية عنه واستغلها بمراسلته، وانه هو بقرب له وعايش برا وبده يستثمر وبده يودوا له مصاري. المهم بالأخير طالب منه مبلغ ضخم يعني، فقلت له راح ينضحك عليك، هذا ليس له علاقة فيك، وقال أول مرة بدري عنه بعرفوش. وقرأت الرسائل توحي لك بأنها حقيقية، ولكن يعني الشخص اللي قاعد براسل شخص عارف شو بيشتغل، يعني عارف بتحسه دارس سايكولوجي للشخص المقابل. المهم يعني أنا بديش أطول على الموضوع، الزلمة انخدع باستثمار 100,000 دينار راحن عليه، حقيقة هاي حصلت يعني، وحصلت مع صديق وقريب، وكنت نبهته بدل مرة 1,000 مرة انه انت راح تتعرض لعملية احتيال، او انك بتحط الجهات الامنية بالصورة على اساس تتأكد. هو كان خايف يحطهم بالصورة والرجل طمع، ولكن يعني الله يرحمه على كل حال، يعني هاي الدنيا. السبام ممكن يودي لك صورة فيها فيروس أو لينك، ويقول لك افتح هذا اللينك وإذا بتحب تنشر معنا تشتغل معنا احنا فريلايزر كذا، تفتح اللينك من هون يضربك فيروس يشطب لك كل شيء موجود على الجهاز أو يتجسس عليك. وطبعا وفي يعني في يعني اعتقادي هذول الأنواع اللي صارت مشهورة الآن واللي موجودة. تمام، فأنت رسالة واصلتك، هل يمكن أنك تقدر تصنفها على أساس أنها سبام أو سكام أو فيشنج؟ هذا أحد المشاريع اللي أعطيته لطلاب الناتشورال، ولكن للأسف في أحد في الفصول الماضية أخذ أنه بنات، لكن ما يعني ما زبطني رغم أن أعطيت بعض الأفكار يعني الكثير كويسة في هذا الموضوع. طبعاً بالحالة هاي بدك تعرف خصائص السكام مسج والأتريبيوتس تاعتها شو بكون فيها، شو الويردز المستخدمة، وبالسبام وبالفيشنج بدك تدرس إن ديتيلز. تمام، نيوز أرتيكل بدك تعمل كمان كلاسيفيكيشن للنيوز أرتيكل، هل هاي بالسياسي بالاقتصاد للنيوز بيبر، الايميل مسجز، طبعا من التطبيقات انك تعمل راوتينج تدور المسج لمكان معين تعطيها اولويه تحطها في فولدر معين، تعمل سبام فلترينج، كلياتها هاي يعني تعتبر من تطبيقات الدوكيومنت كاتيجورايزيشن. طبعا manual development of text categorization function is difficult، يعني انك تقعد تمسك الوثائق الموجودة على الانترنت وتقعد تصنف فيها يدويا، العملية هاي انتو عارفين يعني it's something impossible مستحيلة. ولكن احنا ممكن نستخدم الليرنر المشين ليرنينج مثل نايف بايز كلاسيفاير، النيورال نتورك، الروشيو اللي هو الريليفانس فيدباك، الرول بيزد او الرايبر،
النيرست نيبر او الكيس بيست ريزونينج، السبورت فيكتور ماشين، كلهم هذولا، وخصوصا اول واحد اللي هو النايف بايز كلاسيفاير اللي بتعامل مع التكست كاتيجورايزيشن او كلاسيفيكيشن. تمام. طبعا انا في بعض الحالات ممكن اجي على النت. تمام، خلينا بس اعطي المثال التالي عملي، خليكم معي. بدي اكتب هون من فتح القدس. وأحط إشارة استفهام. وهاي إنتر. شوفوا على طول الجوجل شو جاب لي. من هو فاتح مدينة القدس؟ موضوع. تاريخ فتح القدس؟ موضوع. هون فيديوهات فتح القدس. طيب ليش جاب هذا أول إشي؟ ها الدوكيومنت. هاي وثيقة، وهاي وثيقة، وهاي وثيقة، وهاي وثيقة. أنا ما دخلت عند دخول عمر بن الخطاب، لكن في مذكور فيها فتح القدس. إذن الجوجل جاب لك 10 15 20، وهذا جايب لي قديش، راح رتب لك كل ما هو موجود عنده بتحدث عن فتح القدس أو في عبارة فتح القدس، ها، واعطاك الموست ريليفنت دوكيومنت، ها، بالاول الموست ريليفنت، اقرب واحد، ها، اقرب واحد للاجابه، لاجابه السؤال تاعك. اذا هذا يعتبر كيوري. هاي شو هاي تعتبر كيوري، مش سؤال هذا. والسؤال هذا بده ياخذه الجوجل ويجاوب لك عليه، بس استطاع انه من السؤال هذا يعمل سيميلاريتي اللي هي مقياس ما بين السؤال تاعك وما بين اقرب وثيقة ممكن تلاقي فيها اجابة السؤال، باستخدام تكنيك احنا الان راح نشوفها اللي هي بنسميها الفيكتور سبيس موديل. شو يعني الفيكتور سبيس موديل؟ انا بجيب الوثيقة وبقسمها إلى set of vocabulary، يعني بعمل tokenization. شو tokenization؟ كل كلمات اللي موجودة بالوثيقة أو بالسؤال بحطهن vector المتجه. إذن the orthogonal terms for a vector space dimension t equal the number of vocabulary اللي هو document j. شو عملته؟ word 1 word 2 word tj. اذا شو اخذت الدوكيومنت او الوثيقه؟ قسمتها الى توكنز او الى تيرمز، وحطيت هذول التيرمز في ايش؟ في دوكيومنت على شكل فيكتور متجه. تمام معي انتو؟ خذوا المثال التالي. الدوكيومنت الاول في عندي تو دوكيومنتس، وثيقتين، ماشيين معي؟ معك دكتور. في عندي وثيقتين، الوثيقة الأولى فيها تو من الترم الأول، يعني مثلا كلمة علي مكررة مرتين فيها. فتح اللي هو الترم الثاني مكرر 3 مرات. القدس الترم الثالث مكرر 5 مرات. هذا بالوثيقة الأولى، يعني 2 of term 1, 3 of term 2, 5 of term 3. الآن الترمز اللي موجودة عندي في كل الوثائق لا تعدو عن الترم 1 وترم 2 وترم 3. طيب document 2 كم مرة مكرر الترم الأول؟ 3، والترم الثاني 7، والترم الثالث 1. وفي عندي سؤال بدي أسأله اللي هو كيوري، اللي هو برضو وثيقة، برضو وثيقة الكيوري اللي هي السؤال، هاي تعتبر ايش؟ تعتبر وثيقة. تمام؟ كم من مرة مكرر بالسؤال الترم 1؟ زيرو، ما فيش. وترم 2 زيرو. ترم 3 مكرر مرتين. والسؤال الآن
إجابة هاي الكيوري تاعتي راح ألقاها في دي 1 ولا في دي 2 كوثائق؟ يعني حولت الوثيقة إلى توقع في دي 1. أنت بتتوقع في دي 1، لكن أنا بدي شغلة سيستماتيك علمية الآن. الشغلة العلمية بقول لك أنه أنت حولت الدكيومنت الأول والدكيومنت الثاني والكيوري إلى متجهات، إلى فيكتورز. هذا دي 1 وهذا دي 2 وهذا الكيوري تاعتك. فالكيوري تاعتك أيهما أقرب، أيهما أقرب إلى دوكيومنت 1 ولا إلى دوكيومنت 2؟ هون السؤال. البعد والقرب السيميلاريتي بتوين يور كيوري آن دوكيومنت 1 آن دوكيومنت 2. إحنا بنعرف إذا رسمنا المتجهات وبتكون عندي بحساب المثلثات، من حسابات المثلثات في عندي الساين والكوساين وفي عندي التان، مظبوط ولا لا؟ حسب نظرية الكوساين. نعم بحكي هاي بتشبه الكوساين سيميلاريتي، صح دكتور؟ أخلك معي طبعا. الآن شو تعريف الجيب أو الساين؟ المقابل على الوتر، صح؟ المقابل على الوتر رياضيا، صح دكتور؟ الجتا او الكوساين المجاور على الوتر، المجاور على الوتر. والتان مقابل على المجاور، المقابل على المجاور. مقابل على المجاور بيهمنيش كثير، والمقابل على الوتر ما بيهمني كثير. انا بيهمني مين؟ مجاور على الوتر. المجاور اللي بيجاورني، اللي بجنبي على الوتر، إذا كانت نسبته أعلى من المجاور الثاني على الوتر بكون هذا المجاور الأول بيشبهني أكثر. عرفتوا ليش سموها كوساين سيميلاريتي؟ لذلك شو سموها؟ Is D1 or D2 more similar to Q؟ How to measure the degree of similarity? Distance, angle, projection. كيف بدي أقيس السيميلاريتي ما بين الكيوري وما بين الدوكيومنت؟ أنا من قلت المجاور على الوتر، المجاور اللي بيجاورني اللي قريب مني، فكل ما كان قريب مني أكثر كل ما كانت نسبته على الوتر أعلى لما أقسمه على الوتر، وبالتالي السيميلاريتي تاعته بيني وبينه بتكون أعلى. وصلت الفكرة؟ وبالتالي شو استخدموها؟ استخدموا أحد الأنواع اللي بنسميها الكوساين سيميلاريتي. الآن خلينا من الكوساين سيميلاريتي. الآن أنا لازم التيرمز هذولا داخل الدوكيومنت أعطيهم ويتس أوزان اللي بيسموها التيرم فريكوانسي. مور فريكوانت تيرمز إن دوكيومنتس آر مور إمبورتنت. كل ما التيرم تكرر في الدوكيومنت كل ما الدوكيومنت اتجه باتجاه معين، تمام؟ مور إنديكيتيف أوف ذا توبيك اللي هو بيسموه التوبيك موديلينج. خلينا والله يخليكم معي هون شوية. Topic modeling using latent direct location وبعدين مع السلافة and Gibbs sampling explained. شو يعني؟ هنا data set وهنا topics، تمام؟ هاي مجموعة topics، تمام؟ وهنا topic، هاي خلينا نكبرها شوية. هذا topic تاعك. أنا الدوكيومنت اللي عندي رحت قسمته إلى توكنز أو ويردز، وفي عندي توبكس. شو يعني توبكس؟ مواضيع. وجيت أنا باستخدام الـ LDA قلت إنه كل واحد من هذا التوبكس من هذا الدوكيومنت بتبع إلى توبك معين، إلى موضوع معين، بالاعتماد على إيش؟ طلوا هون، معتمد على إيش؟ فريكوانسي أوف ويردز، بالاعتماد على
الفريكوانسي وفيرت، وهاي الالجوريثم موجوده وفي تولز لها اللي هي latent direct allocation. Latent, this refers to everything that we don't know a prior and are hidden in the data. It is distribution of distributions. توزيع التوزيعات. وبناء على إيش؟ بناء على the probability إنه a word belongs to a topic. تمام؟ وهون عملية التقسيم بحيث يرجع لي كل document وقديش نسبته المئوية كل document قديش نسبته المئوية بتبع إلى topic معين. هاي جاهزة ترى الالجوريثم موجودة جاهزة بتعطيك موديلينج إلى دوكيومنت معينة. طيب نرجع لموضوعنا. إذا عندي مجموعة بس أنا حبيت أحط الرسمة وبإمكانك أنت لاحقا تقرأ عن LDA أو التوبيك موديلينج. بس أنا الرسمة هاي اللي كانت بتهمني إنه عندك مجموعة من التوبيكس باستخدام LDA. تمام، بدك تعمل assigning لكل دوكيومنت على توبيك معين with its probability of the frequency of words. طيب نرجع لهون. إذا more frequent terms in a document are more important. في term بتكرر بالدوكيومنت. رياضة كل ساعة لأنه جايب لي سيرة الرياضة. معناته الوثيقة هاي كثير بغلب عليها الطابع الرياضي. بس طبعا لازم أجري حساباتي. Frequency of term I in document G, FIG. May want to normalize term of frequency by dividing by the frequency of the most common term in the document. عادة أنا لما بعمل normalization اللي هي TFIG اللي هو عدد تكرارات normalized بقسم على الماكس. ليش؟ عشان تكون القيم بين 0 و 1. تمام؟ شو يعني؟ مين بقول لي؟ بعض القيم عشان ما تكونش extremely high أو extremely low بدي أحطها كلياتها between a range، وبالتالي حتى أوحد the frequency للterms in a document وخليها normalized يعني تقع within normal distribution بقسم على الماكس. أكثر term بتكرر بقسم عليه، بتكون كل the frequency تاعت الterms between 0 between 0 and 1. Terms that appear in many different documents. طبعا بعد ما جيتش على الكوساين سيميلاريتي قاعد بشرح بعض المفاهيم المهمة جدا مثل ال FIG TFIG. في عندي إشي بسموه DFI Document Frequency of Term I Number of Documents Containing Term I مش FI DFI اللي هو عدد الوثائق اللي بتحتوي على التيرم اي. مثلا كلمة فتحة كم من وثيقة بتحتوي على كلمة فتحة، هاي بسموها الدي اف اي. الاي دي اف اي الانفرس دوكيومنت فريكوانسي اوف تيرم اي الانفرس دوكيومنت فريكوانسي اوف تيرم اي اللي هي اللوج للان على الدي اف اي. طبعا هاي الها طبعا ان اللي هي توتال نمبر اوف دوكيومنتس عدد الوثائق كلها وعلى العدد الوثائق اللي بتحتوي على تيرم معين اي. الان الانفرس اللي هي عدد الكلي على هذا العدد، وطبعا ماخوذ للوج على اساس يكون يعني خلينا نقول normalized by logarithm للبيس 2. An indication of terms discrimination power. شو يعني؟ أهمية الترم. هذولا إلهن أهمية. قديش الفريكوانسي تاعته؟ قديش الدوكيومنت فريكوانسي والإنفرس دوكيومنت فريكوانسي؟ هذولا discrimination power. قديش نسبة القوة تاعت الترم فيها الدوكيومنتس هاي. Log used to dampen the effect relative to TF. يعني عشان الترم فريكوانسي أخلي عملية normalization برضو لأنه أنا في عندي الإشي اللي بنسميه T أو TFI أو normalized term frequency، وبالتالي IDFI
اللي هي بتحاكي عملية النورماليزيشن للاف اي اللي هو الفريكوانسي اوف تيرم اي. بس طبعا هون باستخدام اللوغاريتم لانه في عندي انفرس، انا قسمت العدد الكلي على عدد محدود من الدوكيومنتس. تمام. الان typical combined term importance indicator، في عندي شيء بسموه TF IDF weighting اللي هو الويت للاي جي للويرد. شو الويرد للويرد؟ هو حاصل الضرب الريلاتيف خلينا نقول normalized term frequency TFID في الانفرس document frequency اللي هو لوج للبيس 2 للان على DFI. A term containing occurring frequently in the document but rarely in the rest of the collection is given high weight. ليش ضربت هذول؟ بقول لك الترم اللي بقع في دوكيومنت معين أكثر من الباقيات أعطيته وزن أكثر. هذا العملية الويتنج، هي عملية ضرب الترم فريكوانسي ترم of I in document J في اللوج اللي هي IDF inverse frequency of term I in the documents. وبالتالي عملية الضرب هاي بتعطي وزن أكثر لأن تأخذ الترم frequency between 0 and قديش نسبته بالنسبة لدوكيومنت معين، وبالتالي كل ما وقع أكثر كل ما زادت أهميته في هذا الدوكيومنت. الآن many other ways of determining term weights have been proposed. Experimentally, TF-IDF has been found to work well. إذن اللي بعطيني وزن للدوكيومنت بأفضل طريقة اللي هو TF-IDFI أو TF-IDF has been found to work well. هذا أكثر إشي ممكن نستخدمه لعملية الويتنج للتيرمز داخل الدوكيومنت. الآن بعد ما عملت هذا الحكي بدي أستخدم عادة similarity measures. إذن هذولا لويش استخدمتهن أنا؟ لفريكوانسي وعملته نورمالايز، بعدين دوكيومنت فريكوانسي والإنفرس، بعدين ضربتهن ببعض عشان أعطي ويت عشان أحصل على إشي بيسموه الكوساين similarity measurements. في عندي دوكيومنت وفي عندي كيوري وأنا بدي أقيس، خليكم معي، شو بدي أقيس؟ قديش بعد الدوكيومنت الأول والدوكيومنت الثاني على الكيوري. وقلنا استخدمنا الكوساين. ليش الكوساين؟ لأنه الكوساين بيعني المجاور على الوتر، وهاي النسبة كل ما كانت أعلى كل ما كان الجاور أقرب إلي. تمام. وبالتالي الكوساين سيميلاريتي بتوين ا دوكيومنت اند ا كيوري، وبدك تعتبرها بتوين تو دوكيومنت كمان بصير، بس انا قاعد بقيس بعد الكيوري عن الدوكيومنت الاول وعن الدوكيومنت الثاني. البعد العادي ما بصير، بدك تستخدم شو؟ الكوساين سيميلاريتي. والكوساين سيميلاريتي بقول لك الفيكتور تاع الدوكيومنت جي في الفيكتور اللي هو الانر برودكت في الفيكتور تاع الكيو، واللي اخذ عندي المقدمه لللينير الجبرا بيعرفوا شو يعني الانر برودكت. تمام. اللي هو عبارة عن المجموع من I بتساوي واحد للتي للدبليو اي جي في الدبليو اي كي، الوزن بضرب الاوزان. تمام. لان اعطيت اوزان لكل التيرمز، وبعدين الجذر التربيعي اللي هو النورم للاول في النورم للثاني، وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمجموع اي جي الكل تربيع في مجموع WIQ الكل تربيع. هاي الدوكيومنت الأول، هاي الدوكيومنت الثاني، وهاي الكيوري. الكوساين سيميلاريتي بتوين D1 and Q. ال D1 الويت للترم الأول قديش في عندي أنا؟ الترم الأول قديش متكرر؟ 2 صح؟ والترم الثاني صح. لا يعني انا بدي اخذ الانر برودكت الان، مزبوط ولا لا؟ دبليو اي جي في دبليو اي كيو، الترم الاول 2 مضروب في 0
صفر زائد ثلاثة في صفر 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 زائد خمسة في اثنين عشرة هاي عشرة وصلت؟ إيش هذا المجموع؟ هذا المجموع. طيب على الترم الأول مربع قديش شاط؟ اثنين تربيع أربعة ثلاثة تربيع تسعة خمسة تربيع 25 خي هاي المجموع مربع تمام ضرب ال W I Q صفر تربيع صفر صفر تربيع صفر اثنين تربيع أربعة عشرة على الجذر التربيعي لهذا قديش طلعت 81% الكوساين سيميلاريتي بين دي 1 وكيو الكوساين سيميلاريتي بين دي 2 وكيو بنفس الطريقه تطلع 2 على هاي القيمه تطلع قديش 13% معناه احتماليه الاقي اجابتي في ديكيومنت 1 ولا في ديكيومنت 2 في ديكيومنت 1 لانه هو الاقرب هو الاقرب الي هو الاقرب لي بس علميا كيف بدي اثبت باستخدام الكوساين سيميلاريتي وصلت الفكره دي 1 is 6 تايم بيتر ذان دي 2 يوزينج كوساين سيميلاريتي بات اونلي 5 تايمز بيتر يوزينج انر برودكت اذا بدي استخدم بس الانر برودكت بس انا لا طبعا هون 6 تايمز بيتر ذان دي 2 يوزينج كوساين سيميلاريتي بات اونلي 5 تايمز بيتر using inner product إذا بدي استخدم فقط الـ inner product هذا اللي فوق ما أقسمش على النورم أنا لا بدي أقسم على النورم واستخدم طريقة الـ cosine similarity اللي بتعطيني تقريبا يعني بطريقة أعلى إذا بتلاحظوا 6 times better than D2 using relevance feedback أو ratio المرة الجاية منكمل هذا الحكي عن الروشو بس مبدئيا بدي احاول اجهز لكم ان شاء الله بايثون كود للكوساين سيميلاريتي وكنت جربته باللغه العربيه اللغه العربيه وحطيت وثائق وعملت بايثون كود لهذا الحكي وبدي اجربه امامكم المره القادمه هون دكتور معلش سؤال تفضل دكتور هذا بالمناسبة اشتغلنا أنا وبشار مشروع تخرج بالبكالوريوس okay. نعم. بس الدكتور اللي ناقشنا بيحكي لنا هذا مش natural language processing أنا حاب أفهم ليش لغاية اللحظة هاي مين اللي ناقشكم؟ بيني وبينك بحكي لك لحن لا بس لا الفكرة... معلش أنا ما بديش أسماء بس يعني عفوا يعني هو دكتور في الجامعة يعني هو نعم بالبكالوريوس صحيح وبعدين يعني أنا الآن قاعد بدرس بدون ما أخذ السلايدات الموجودة أمامكم يعني هذا بجوز أفضل واحد اشتغل في موضوع Natural Language Processing وفي شغلات لو بدي أدخل فيكم معها بعقدكم يعني الآن الأمور واضحة أمامكم يعني هذا لا دكتور إحنا مقتنعين تماماً إنها هي NLP بس لا وأصلاً إحنا اشتغلناها على أساس NLP مش بس NLP بس خليني أنا وياكم شوية شايفين هذا سوي. الآن أنا فتحت على واحد بشكل سريع لكن التوبيك موديلينج كله مبني بشكل كبير جداً على هاي المواضيع اللي بحكي عنها الآن الترم فريكوانسي الآن وين راحت أنا بدي أخش على المعادلات خليكم معي الكوساين سيميلاريتي بتوين دوكيومنتس يعني أنا بديش أجيب إشي من عندي cosine similarity and overview science direct topic text similarities text similarities estimate the degree of similarity between two texts تمام أول ما بتطرقوا طبعا أنا في عندي طرق كثيرة بس بيرت إمبيدينج شو متطرقين لك ليش الكوساين سيميلاريتي
على طول. يعني انت بتحكي قاعد عن اشي معروف، طبعا في عندك نوع اخر بسموه ايش؟ جاكارد، اشتغلنا كوساين جاكارد، جاكارد ودايس نفس الاشي، اشتغلناهم الثلاثة، عملنا عليهم يعني، خلينا النص يطلع افرج بينهم وبعدين يحسبها، يعني عليهم الثلاث. ممتاز أسامة وبشار، مكلفين انكم تشرحوا لنا عن لا لا كل شيء تمام تمام كل شيء بحسابه يعني. معلش ما في مشكلة، احنا انا بحب نتشارك. انا كنت بدي اشرح المرة الجاية، بدي اجيب بايثون كود باللغة العربية، يعني اجيب دوكيومنتس وكيوري باللغة العربية مش بالانجليزي، واوريكم عمليا كيف بتتغير نسبة السيميلاريتي لو بتغير تيرم، وكيف بتتغير امامك على الجراف وعلى الشاشة كل شيء. هذا الحكي يعني طبقته يعني امام الطلاب في المرة الماضية، وهاي شرح لك ايش؟ شرح خاص عن مين؟ عن الكوساين سيميلاريتي، وهاي عن ها هاي عن الاشي اللي عملناه قبل شوية بالتفصيل. يعني ما فيش اشي ما فيش اشي يعني خلينا نقول مخبى، هيدا احاط لك مثال على باستخدام البايثون. تمام تمام والكونفيوجن ماتريكس كمان، وحاط لك الويردز والكوساين، في شيء بسموه سوفت كوساين ميجرمنت كمان، في فاريشنز كثير. هاي الكوساين ديستانس شايفينها، هذا بايثون كود جاهز يعني، مش انه. وهاي الليتنت سيمانتكس اندكس ال اس اي، تمام، انذر ميجر هاو ات از يوزد، هاي مهم جدا. هذا في لي بيبر منشور عليه ال اس اي، ال دي اي وال اس اي، تمام. وفي كمان اللهم صل على سيدنا محمد، في الورد موفرز ديستانس، تمام. وشو كمان في الإكوليديان ديستانس، وفي المهولوبيان ديستانس. كثير من الميجرمنتس الآن، أنا ما بدي تعمل على ثلاث، بدي منك الطول كل تكست سيميلاريتي ميجرمنتس اللي يمكن استخدامها، تعمل لي سلايدات وتشرح عنهن أنت وأسامة. تمام دكتور، بس متى الموعد؟ نعم متى الموعد؟ متى ما بدكم، مش مشكلة يعني، إذا بتحبوا المرة الجاية، ما إنا في عرض باوربوينت صحيح؟ عرض باوربوينت، بس بدي شرح مزبوط. حدا منكم معاي بالبتل؟ بدي زي ما بشرح الطلاب البتل. لا احنا مش بالبتل، احنا بس على العموم. الان انا يعني اي بريفير انك تشرح بالطريقه التالية، مثلا ال دي اي والجنسن شانون ديستانس. شوفوا يا جماعه، كم من شيء غايب عننا، يعني احنا بناخذ الكوساين سيميلاريتي لحالها. الان ال دي اي انا قبل شوي تطرقت لكم اياها، والال اس اي، لكن هذولا في تولز جاهزه لهن، وهاي البايثون كود موجود يا شباب، ما بتشرح تتغلبوا. انا بدي تشرحوا التكنيك، معادلته، مثال عليه، وبايثون كود، اوكي، بس. تمام دكتور. which is يعني بكون very good. هاي مين قال لك انها مش ناتشرال؟ هاي اذا هاي مش ناتشرال لانجويج بروسيسنج، احنا اللي اشتغلنا دكتور، اللي اشتغلنا جوب ريكومندر سيستم، يعني بقارن بين السيكرز بروفايل وبين الجوب بوست، تمام، قديش نسبه السيميلاريتي بين الشخص اللي بده يتوظف وبين الاعلان الوظيفه، وبيقترح لهذا الشخص انه هاي حسب ثلاث الجوريثم مع بعض. طيب احنا بنقارن تكست از ا هول، مش كيورد، مش كيورد، بقارن تكست كامل، قديش نسبه السيميلاريتي بين التكست والبوست. على العموم، على العموم، من ضمن المناقشه دكتور يعني حكينا انه هذا مش 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 ناتشرال لانجويج، مش ناتشرال لانجويج. شو رايكم انتوا؟ انا مش راح احكي، احنا والله ما حكينا زيك بالمحاضره بالمناقشه ما حكينا
عادي يعني الأمور عادية، بجوز إنه ما بعرفش يعني، فألتمس لأخيك عذرا. فيعني من قال أعلم كل شيء فهو لا يعلم شيء، وأنا بقول نفس الكلام، أنا لا أعلم كل شيء. صحيح. لكن الأفضل، الأفضل إنه أنا مش متأكد من معلومة بقول لا أعلم، أو أمهلني أنا بشوف بقرأ بعطيك معلومة صحيحة، أما أني أعطيك معلومة دب عليك دب، وهذا لا يجوز. ولكن إحنا بنلتمس لأي واحد عذر، مش دفاعا عن أي واحد، ولكن أنا بقول لكم وهذا الحكي، أنتوا دائما وأبدا خلوه قاعدة في حياتكم، إنك أنت حتى لو بتصير مش دكتور، لو بتصير رئيس جامعة، أنت لا تعلم كل شيء. العلم المطلق عند رب العالمين، البشر ما نعم بالله البشر ما عندهم علم مطلق، وكلنا عندنا نقص. ولكن الأفضل لما أنت ما تعلم عن شغلة، you have to يعني to confirm that، قول أنا لا أعلم. هذا الحكي عند علماء كبار كانوا مثل الشافعي والإمام أبو حنيفة، كان لما يحد يسأله ما عنده علم يقول لا أعلم ولا يتردد أبدا. وهيني أنا ما بتردد، إذا سألتني ويوم الأيام قلت لك ما بعرف، وكانت هاي الشغلة في المشرف تاعي، رغم إنه رجل إله 7 اختراعات، إلا أني مرة سألته سؤال بالسبيتش، كان إله 30 سنة بيشتغل بالسبيتش، فسألته سؤال وقف وبعدين قال لي ما بعرف بكل سهولة. لذلك الأمور عادية، ما بدناش إحنا نعمل كريتيسايزنج لأي حدا. المرة الجاية منكمل، المرة الجاية منكمل معك يا أسامة أنت وبشار. خلاص تمام يا الله. كل التكنيكس اللي بتبحث بالسيميلاريتي ل بتوين تكست مع مثال مع بايثون كود، بلكن الشباب استغلوه. خلاص ان شاء الله خير. أريج موجودي معنا؟ دكتور معك، بس انا ما اعطيتك اللي اعطيتك شغله ولا ما اعطيتك اياها بالباترن ريكوجنيشن. بالباترن احنا ما بدناش منك هون، بس يعني اذا كلفتك بشغله مش راح اكلفك بشغله هون. الباترن ريكوجنيشن بدي اعطيك لا انت ما بيبر، اودي لك بيبر على الايميل عن الباترن ريكوجنيشن تكنيكس، تكنيكس بالذات. اوكي بدي بنفس الطريقه الاكسبلانيشن اوف ذي ايتش تكنيك ان سمبل واي، ان سمبل واي بحيث يفهموها الموجودين، المعادلة إذا في معادلة، example مثال. تمام. إذا في بايثون، إذا في بايثون كود أو ماتلاب كود أو أي كود بأي لغة، ما في عندي أي مشكلة. It's okay. ماشي. In simple way بحيث اللي المستمع يفهمها. It is part of your job in this course. Okay. إن شاء الله دكتور. أنا بودي لك على الإيميل. يعطيك ألف عافية، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة. الله يعافيك دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. وخير يا دكتور. أنت من أهل، حياكم الله. هلا بك.